جدل المطاعيم هو الموضوع الذي سنفتتح فيه حلقتنا لليوم. حديثنا سيكون مع العين البروفيسورة نجوى خوري، مستشارة الأمراض المعدية والمطاعيم واختصاص طب الأطفال، وأيضا ترأست لجنة المطاعيم في وزارة الصحة لسنوات طويلة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، صباح الخير. شكرا لك على وجودك معنا. إذا نبدأ بهذا الموضوع وهذا الجدل القائم، ولكن سأبدأ معك يعني بحسب أرقام دراسات من منظمة الصحة العالمية. تؤكد منظمة الصحة العالمية بأن هناك ما يقارب 5 ملايين شخص يتم إنقاذ حياتهم من خلال إعطائهم للمطاعيم. فأعطينا هيك نبذة سريعة عشان ندخل بعدين بموضوع الحصبة عن فكرة المطاعيم. برنامج التطعيم الوطني عتيق قديم، ابتدأ فيه من حوالي بآخر السبعينات، وصار فيه شغل كتير فيه ابتداء من أول السبعينات، وبلشنا ندخل مطاعم تباعا. بحب أن أشير لشغلتين. هذا ربما من أهم برامج وزارة الصحة، يعني لو بدك تعطيه حقه لنقعد من هون لا يمكن تعطوه أكثر من مرة مشان تعرفوا شو الأمراض اللي إحنا دخلناها. أيوة. وزارة الصحة الأردنية اعتمدت مبدئين، أولا إنه إحنا نكون سباقين ونمشي شو لازم نعطي المواطن. بلشنا بما هو ما يسمى الثلاثي. ثلاثي شو يعني؟ للدفتيريا والقزاز والسعال الديكي، وبلشنا بالشلل، وبعدين هلأ بنعطي مطاعم عدة وبندخل عمالنا مش بس للأطفال، إن شاء الله أدخلناه كمان للمراهقين، وإن شاء الله نحاول ندخله لكبار السن. فهذا موضوع كتير كبير لسببين. أولا المطاعم أثبتت أهميتها للبلد إنه بتمنع المرض. الناس تعرفش إنه المرض بيأثر مش بس بصحة الإنسان، بيأثر بكل المجتمع من طرفين. أولاً يمكن يؤدي للوفاة. صفي أنت عندك رب عائلي ما أحلى، شاب صغير، وإذا هو يا إما مشلول يا إما مش قادر يشتغل، فإله توابع اجتماعية صحية واقتصادية، وأرضاً بتأثر في تطور البلد. فإحنا بدي هذا ينظر فيه من هالناحية. الناس تنتبهش إنه موضوع التطعيم فعلاً اللي بسموها the greatest investment، يعني إذا بدك أنت تحط مصاري بمشروع، هذا من أهم المشاريع اللي تحط فيهم مصاري، لأن المردود هائل. فمشان هيك يعني بديش أسير لكتير مطاعم في الوقت الحاضر، ولكن إحنا في الوقت الحاضر بنطلع إحنا الحصب دخلناه يعني من أول البلدان اللي دخلناه بأوائل الثمانينات، مفهوم، جرعة أولى ثم جرعة ثانية ثم هلأ مع الـ MMR. ولكن بدي أشير إلى أنه هذه لأنه حفظنا الدرس ونجحنا فيه، الكل حسب انه بطل مهم. طيب هي المهم. دكتوره من كلامك حفظنا الدرس، وحضرتك يعني بروفيسوره ويعني قامه كبيره، بالعكس احنا نثق بعلمك ونثق بشغلك. و30 سنه في لجنه المطاعيم في وزاره الصحه، بهال 30 سنه متى صار عندنا تحديدا بالاردن بالحصبة صار عندنا تاريخ سلبي؟ يعني صار شيء مثل أكثر من مرة. ويا ريت أنا بتخلوني أشوف، لو بتطلع على السلايدات تبعيني بأرجيك أكثر من مرة. شو متذكرة متى؟ جيب لي هالكمبيوتر مهمة. معلش جيبوا لنا الكمبيوتر. جيب الكمبيوتر إذا ممكن عشان أطلع على السلايد تبعتنا. إحنا مثل ما حكيت إحنا بلشنا وانبسطنا على حالنا. انبسطنا كتير مثل ما حكيت، بلشنا فيه بالثمانينات وكاننا كتير سعيدين. جيبها للكمبيوتر بيهمش، تخافش هاتها، انا بدي اطلع عليها. تفضل قالت لك ما تخاف هاتها بدي وانا حافظه كل الموضوع. لا وين سلايدات راحت؟ خيبت امان. يعني عن جد يعني ب30 سنه متى حصل عندنا اكثر من مره معضله ومشكله كبيره في الحصبه؟ اكثر من مره صارت معنا في مرات عده وهياتها هذه السلايد. يا ريت انت بس احكي لنا. انا بحكي لك اياها. أيوة. بلشنا مثل ما حكيت سنه 2 وبلشنا نرصد الحصبه ماشيين، دخلنا المطعوم اول واحد ب 87 وانبسطنا حالنا، كانت الامور ما احلاها. تمام. ومش الحال تمام التمام. ثم كنا نعطيها على جرعه على 9 شهور. انتبهنا الى ما تعطيها على 9 شهور المناعه مش مكتملة، شي حوالي 20% المناعة تبعتهم ليست مكتملة، وأدت لبرود الحصبة تاني دور. فكان لازم نعطي كمان نعطي حملة تانية. أيوه. صرنا نعطيها على عمر 15 شهر، كثير منكم بتذكر. وهلأ حتى لما حتى لقينا هذا بحد ذاته لا يقضي على الحصبة. الحصبة من أكثر الفيروسات اللي بتنتشر. يعني أنت بتدخل على أوضة وبروح الإنسان بتدخل عليها، أنت بعد ساعة
بتكون الحصبة قاعدة ناطرتك تتنفسها وتنعضها منها. كتير 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 بتعدي. فمشان هيك موضوع انتشارها هذا بيسموها الأجانب the canary in the gold mine. شو يعني؟ الخوف إنه كتير مرات الكول ماين سوري الخوف منها أي وقت ببلش يبرز الحصبة في أي مجتمع كان يعطي مطاعيم لازم يخوف إنه إحنا لازم نتنبه لكل موضوع المطاعيم. أنا إيدي عقل بالشلل مثلا الحصبة تبرز. إحنا منطاعم للشلل ووضعيتنا كتير منيحة بالشلل، ولكن من جراء الكورونا في بعض الناس تخلفوا. هلأ إحنا الحصبة بيّنت إيدي عقلبي إنه إحنا مشان هيك الحمد لله الوزارة عمالها تتجاوب بسرعة وبتلحق الموضوع الحصبة. ولازم تتنبه أي محل ما كانش فيه الناس ماخذ مطاعم فوق 90% ماخذين المطاعم يلحقوهم في حملات. نعم مفهوم. فهذا مشان هيك بحكي انه ذا كناري ايدي عقلبي انه الشلل كثير. لا مفهوم. ان شاء الله ان شاء الله خير وان شاء الله ما بنوصل لمرحله انتشار للوباء. نعم. لا سمح الله. طيب دكتوره بدنا ندخل معاكي هلا بتفاصيل المطعم الحصبه، ولكن بدقيقه مين اللي بيوثق المطاعيم؟ يعني مين اللي بيقولنا انه لما يدخل المطعوم هذا المطعوم مصرح؟ هل مثلا هذا الجهد وطني محلي؟ نعم. ولا هذا الجهد عالمي دولي العالم كله متفق عليه؟ هذا في الوقت الحاضر لاننا معتمدين كمصدر للمطاعم من مصادر خارجيه، تعتمد دائما الوزاره انها تشتري من مصادر موثوق يعني من شركات عالميه، لانه احنا للان وآسفة أنا هالحكي خسارة يعني ياريت كان يكون عندنا إحنا للآن، إحنا حتى على مجتمع عربي للآن ما عندناش فاكسين إندستري. لازم يكون في، يعني الهند سبقتنا إلى ذلك والهند طاقاتها أقل مننا، ولكن هذا موضوع سياسي ومش رح أدخل فيه. أهم نقطة إنه إحنا للآن نعتمد إنه نجيب المطاعم من مصادر من برا، مش حيلا واحد بقول لك أنا عندي مطعوم تأخذه، لا إحنا شركات عالمية هذه بتكون الآسفة أقولها حفيوا جابوا اللايسنس، وهذه دائما توثقها منظمات عالمية مش 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 ministries of health. يعني مش كل واحد وزارة الصحة بتروح بتقول أنا بدي أشتري من هون، بروح على منظمة الصحة العالمية لتشمل خبراء هائلين. منظمة الصحة العالمية من أحسن الأماكن اللي بتطلع، لأنه هذه منظمة معنية مش سياسية، هذه منظمة علمية فيها خبراء وهن اللي بدرسوا المصادر كل شيء وبتطلعوا. طب وليش ما تسجل بمؤسسة الغذاء والدواء؟ يعني هذا اللغط اللي صار أو الجدل يعني. نعم. هلأ مؤسسة الغذاء والدواء هي مؤسسة للتأكد من لمن أنت بدك تجيب أي نوع من الدواء عادي. هلأ في إشي ما يسمى في لما بتجيب دواء في ما يسمى emergency use utilization، يعني emergency use. هلا الغذاء والدواء لبين ما يدرس هذا الحكي بكون صار الوباء منتشر وانت مش بتحرك. طبعا احنا قلنا هذا الحصبه تنتشر بسرعه انتشارها فائق. نعم. فما معناش وقت نبعث الغذاء والدواء لبين ما الغذاء الدواء يفحصه، وتذكر ان الغذاء والدواء قدراتهم لفحص المطاعيم ربما بدها وقت كثير لانها تصير تمام. احنا بتجيك مفحوصه بتجيبش مطعوم، لو اي واحد في اي محل بيقول لك انا عندي مطعم تقول له يا اخي انا ما عنديش قدره اني افحصك، مش غلط، ولكن انت منظمه عالميه كبرى تكون فحصتك. طيب فانت بنجيب المطعوم دائما من مراكز ما تخافوا. أيوه. لانه واحنا قاعدين على الطاوله والوزاره والحمد لله في عندها كثير مثلي بتطلعوا من خارج الوزاره مش بس هن، مشان انه يتاكدوا انه فعلا المواطن مدير باله عليه. نعم. طيب دكتوره مطعوم الحصبه الان احنا كنا ناخذ MMR معروف بالاردن، اطفالنا منذ الازل بياخذوا MMR، هلا صارت في تركيبه اسمها MR، هذا اللي عمل اللغط ما بين الناس، ليش دخلتوا لنا شيء جديد؟ يمكن كورونا اثرت علينا بفتره من الفترات، وقف التصنيع او ما بعرف ايش اللي صار، لكن على العموم بطل في MMR، حكينا للناس صار في MR، ما الفرق بينهما؟ هل هذا مثلا ممكن يكون فعال، هذا ما يكون فعال؟ شو اثاره الجانبيه؟ في منه خوف ما في منه خوف؟ اجي لك من الاخر ثاني دور، احنا لسنا معنيين لا بالام ام ار ولا ام ار ولا بشيء، احنا في الوقت الحاضر معنيين بالام ام اللي هي الميزلز. فهلا المواطن متغلب ثاني دور، متغلب في شيء مش مهم، احنا بدنا الميزل. هلا الميزل لوحده بكميات كبرى بطل حد يعمله. اوكي؟ الام ام ار هو نفسه لكميات كبرى برضه يمكن بعرفش اذا متوفر عالميا كفايه، بقدرش احكي فيها الا ما يمكن الغذاء والدواء بقولوها.
فلما انت بدك تجيب اشي مستعجل احنا اجتنا هجمه. وزاره الصحه معنيه ان تعطي المطعوم باسرع وقت ممكن. المتوفر حاليا بالسوق ام ار خذوه، اذا المتوفر بالسوق فقط ام باخده، المهم الحصبه بعد اضافه بهمش واهلا وسهلا فيه، ولكن مش بالداعي ومش جزء من المشكله. المشكله بالوقت الحاضر هي الحصبه. تقريبا زي ما صار بكورونا، متوفر الصيني يلا بتوفر بعديه كذا. وبعدين بدي اخوف الناس بالحصب، الكل بحسب انه والله طفح جلدي، لا الحصبه بتعمل التهاب دماغي واحد بالالف. نمرة اثنين تنتشر انتشار النار صحيح. بالهشيم صحيح. فالمصيبه الواحد بيبقى مثل الورده، وعلى فكره لو عمره 80 سنه وما عنده مناعه بيصير له حصبه. هي المصيبه. بعد اذنك دكتوره يمكن يكون لانه اخر سؤال بسبب الوقت، اليوم شو صار؟ صار إنه أصبح لغط. اليوم أغلب الأطفال أغلب ما أخدين الحصبة في بدايات يعني سنواتهم الأولى، والأهالي رجعوا عدد كبير منهم راجعوا مع أطبائهم وراجعوا الكشوفات وشافوا إنه أو شهادة المطعوم، شافوا إنه إحنا معطين أولادنا حصبة ما في خوف. هلأ الآن موضوع جدلي، خلينا نأجل ونسكر هالطابق وما بدنا نفكر فيه، بعدين بنعطيهم الحصبة. وأنا بقول لك أعداد كبيرة اليوم أخذت هاي الطريق. أنت شو بتردي عليهم اللي ما أخذ زمان؟ يعني هو في أمان الآن؟ خليني أحكي لك تاني دور شغلتين عن الحصبة تختلف عن غيرها. أولاً سريعة الانتشار بشكل هائل، قلت لك تدخل على أوضة قبل مظبوط هذه حكيتيها. نمرة واحد. نعم. نمرة اثنين هذا المرض الكل بحسبه بس طفح، لا مش بس طفح، كان يموتوا كتير ناس من ذات الرئة، كان يموت واللي أعطل من هيك واحد بالألف. نمرة اثنين سريع الانتشار نمرة واحد ما حكيت، فإذا أنت تعرضت وإذا أنت ما عندكش من راح يصير لك. ثانيا احتمالية لما تصاب وراح تصاب إذا كنك ما عندكش مناعة راح تصاب، احتمالية إنه يصير لك التهاب دماغي واحد بالألف. نعم. طب واحد بالألف التهاب دماغي I'm not willing to take. لو نقول لي والله طفح جلدي قبلاني، التهاب دماغي بيبقى الولد مثل الوردة، يا ما شفنا ناس وإحنا أيامات ما كانوا. مفهوم. يبقى يصفي قاعد مرمي مش قادر يفتح تمه وما يروحش جامعات قاعد عالي على أهله. فهي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة كانت تسبب التهابات رئوية ويموتوا من التهابات الرئوية. نعم. نعم. مفهوم. فإذا مش مرض سهل. دكتورة يعني أنت مع الجرعات المعززة؟ 1000%. فؤاد عم بيحكي إنه في أهل شافوا إنه أولادهم مرات أخذوا مرتين مطعوم. بقول لك في جدل بلاش هلا. فيش جدل، لأنه أنت لو ما أعطيتك الطعم اليوم احتمالية إنك لن تستجيب له لو إنه أحسن مطعوم 5%. يعني ما فيش مطعوم 95% أعلى شيء. لابد نفهم هاي وبشكل مباشر. أيوة. لابد من المطاعيم المعززة. نعم. للحصبة. حتى لو ما أخذين حصبة 100%، لأنه مثل ما حكيت احتمالية لو أنت أنا بشوفك هلأ أنت يمكن لو شفنا الكبار يمكن 2-3% ما عندهم مش مناعة أو بتذكروا. مفهوم. فأنت بتخاف، لازم بدناش هاللي عنده شاب يبيبل ابنه برضه الحصبة. الله يشافي الجميع ويبعد عن الجميع. عنا كبار سن، عنا حوامل، عنا يعني هذولك نفذوا. نعم. موضوع تاني، بس انا عم بحكي على لسه نص بنص. مفهوم. لساتهم اطفال صحيح. انا نعم. بظن احنا لازم نطعم كلياتنا، ما تخافوش. والوزاره حرام يعني لو انها دفعت لهم مصاري يمكن قبلوا اكثر. دكتوره احنا لو انهم تواصلوا بكير مع الناس وقدموا الموضوع كما يجب وبطريقه يعني هيك اوضح، اعتقد انه الناس يمكن الوزاره او الحكومه بشكل عام كان في عندها ثقه انه فعلا احنا خرجنا من موضوع كورونا أقوياء، وهذا صحيح، وعندنا تاريخ ممتاز في وزارة الصحة، هذا أيضا أكيد، فيمكن ما كان في دعاية أو تواصل كما المطلوب. لا التذكير أعتقد ضروري. هيك التذكير ضروري، وبعده إيدي على قلبي مثل ما حكيت على الشلل، يراجعوا ملفهم يشوفوا في بعض الأمراض تقدر تنساها. مفهوم. الشلل. نعم. والحصبة. نعم. بقيته بمشي حاله. نعم. دكتورة نجوى الله يتلطف.
يا أهلا. إحنا بنشكرك جزيل الشكر. لهذا السبب دائما أنا بوجه نصيحة لكل الناس أن تتجهوا إلى أصحاب الاختصاص. يجب أن نسمع من أصحاب الاختصاص. نعم. وعلى الحكومة أيضا أن تستعين دائما بأصحاب الاختصاص، لأنه الناس واعية والناس فاهمة والناس ذكية. عندما يظهر صاحب الاختصاص ويقدم أدلة علمية وحقائق علمية نحن فعلا سنثق به. شكرا لك دكتورة نجوى، جزيل الشكر. شكرا. أهلا وسهلا فيك. والوزارة حرام دائما بنادوني والحق يقال. يعطيهم العافية. بس مش بداعة تلبية. يعطيهم العافية. قلت لك يا دكتورة عندنا تاريخ محترم وقوي في وزارة الصحة. يعني على كل حال العين بروفيسور نجوى خوري، مستشارة الأمراض المعدية والمطاعيم، وطبعا يعني أشهر أن تعرف في اختصاص طب أطفال. شكرا لحضورك اليوم في حلوة يا دنيا، وشكرا للمعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم أعطائي هذه الفرصة. شكرا لك. نهارك سعيد. شكرا لك. شكرا.